ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنرسم Among Us بشكل جديد بمناسبة الكريسماس. يا رب يعجبكم. تنسوش مش عامل سابسكرايب للقناة يعمل لايك وشير الفيديو وبري كومنت من الكومنتات كل بتساعدني. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. زي ما تعودنا بنرسم الاول بالقلم الرصاص، نحدد مكان الحاجة بالظبط، نشوف مساحتها، وبعد كده نحط التفاصيل، وبعد كده قبل ما نبدأ نلون أو نحبر هنرسمها بطريقة بسيطة خالص. احنا بنعمل حرف يو مقلوب ونعمل له رجلين، وبعد كده نحط القبعة بتاعته. طبعا اللعبة منزلة دلوقتي قبعات على شكل أشكال الكريسماس، فاحنا هنعمل كذا شكل منهم، وياريت تعملوا الشكل اللي يعجبكم فيهم وتبعتولي على الجروب بتاع الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود على القناة من فوق. بعد ما نخلص الرصاص كله هبدأ احبر بقلم حبر، واللي ما الرصاص مش واضح بالنسبة له يمشي ورايا بالقلم الحبر هيشوف كل حاجة. هنحبر كل الاشكال وبعد كده هنمسح القلم الرصاص ونبدأ نلون.
خلاص حبرنا ومسحنا، هنبدأ بقى نلون. طبعا كلكم عارفين، او اللي عشان الناس اللي اول مرة تتابعني، التلوين دايما متسرع، لكن احنا بنلون على مهلنا وبالراحة زي ما اتفقنا في درس ازاي نلون صح، اللي ما شافوش يشوفوا. احنا بنعمل كله في اتجاه واحد، مش بنسيب فراغات بيضة، مش بنطلع بره، وبنلون على مهلنا خالص. كده نكون خلصنا. يا رب يكون سهل وبسيط بالنسبه لكم ويكون عجبكم. ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناه يعمل، يفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير للفيديو، سيبوا لي كومنت عن رايكم في الفيديو او عن اي شخصيه انتوا حابين ان احنا نعمل لها فيديو مخصوص. اشوفكم فيديوهات تانية كتير على خير باذن الله.